العودة إلى أخبار الوطنية، وعرض أمس بمسرح الجزائر الوسط الكازينو سابقا فيلم أسوار القلعة السبعة لمخرجه أحمد راشدي، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي لأصدقاء الثورة الجزائرية. وحضر العرض كل من وزير المجاهدين العيدر بيجا وأحمد راشدي باعتباره مستشارا لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالثقافة والسمع البصري. هذا وقد أكد وزير المجاهدين أن دائرته تسعى لعرض كل الأفلام الثورية والوثائقية التي تصور في الحقبة الاستعمارية بتاريخ الجزائر. التغطية لعبد الرحيم بنمري. هو الثقافي والحاج العيد نحن في وزارة المجاهدين لدينا العشرات من الأفلام المطولة والروائية السينمائية والعشرات من الدوكيمونتير من الأعمال التوثيقية والوثائقية، فاخترنا اليوم أحد هذه الأعمال ليعرض على أصدقاء الثورة حتى يشاهدوا معنا ويعايشوا معنا حدثا من أحداث ثورة التحرير المباركة، وهو العمل الذي سنعمل على مواصلته من خلال البرامج المسطرة لذكرى 60، فهناك العديد والعديد من الأعمال المسطر إنجازها. يسعدني أني كان عندي الحظ أن تقمصت دور الشهيد مصطفى بن بولعيد وأيضا أدوار أخرى التي يعني تحكي عن شخصيات أو حتى عن معاناة الإنسان الجزائري وقت الاستعمار. يعني هنا نتكلم في هذا الفيلم اللي هو اقتباس من رواية لكاتبنا محمد معرفية، أستاذ محمد معرفية، اللي ممكن تدخل في إطار آخر حول العلاقة ما بين السينما والأدب، السينما والرواية، كيف ممكن أن نقتبس من الرواية سيناريوهات لأفلام يحكي عن معاناة عائلة جزائرية لأحد المعمرين ينحيلهم التراب. نحن مطرب بالخدعة بالقوة بمستعمر، يعني يستخدم كل الوسائل باش نحن مطرب دور تاع إنسان متعاطف مع الوجود الفرنسي في الجزائر، وشاءت صدف أنه الابن تاعو يكون ثوري ويصرى صدام بينهما بين الجيلين، خليني نقول.